بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين الأخيار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأنتم معنا في حلقة جديدة من برنامج الموقف، حيث سنناقش في هذه الليلة وفي هذه الحلقة تقسيم التوحيد بين المشروعية والبدعية، وتوحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية. بدءا نقول لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، تبارك الله أحسن الحال أحسن الخالقين. مشاهدينا الكرام، نعتذر عن هذا التأخير البسيط في البرنامج، وأبدأ حديثي كما تعلمون ضيوفي الشيخ محمد الزعبي من لبنان، إمام وخطيب مسجد الخلفاء الراشدين في طرابلس، وكذلك سماحة أو فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي من المملكة العربية السعودية، وهنالك معي أيضا من النجف الأشرف فضيلة الشيخ لؤي المنصوري. هذا الموضوع توحيد الصفات والأسماء عند ابن تيمية، أو تقسيم التوحيد إلى عدة أقسام، هل له مشروعية، هل له أم هو قضية بدعية، هل من السلف، من السلف الصالح أو من السلف المسلمين قال بهذا الشيء. طبعا أبدأ حديثي مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي، وأتناول سؤالا، هل لابن تيمية سلف في تقسيم التوحيد إلى توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما هو موقف أهل السنة من ذلك؟ السلام عليكم شيخ محمد الزعبي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا جميع الإخوة وجميع المشاهدين والعاملين في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عمن اتبعه بإحسان من أصحابه وسائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني طبعا لا سلف لابن تيمية في هذا التقسيم. قد ينقل عن ابن أبي العز الحنفي هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية، ولكن ابن أبي العز الحنفي يعني توفي بعد ابن تيمية، ولذلك الأرجح أن ابن أبي العز تأثر بابن تيمية، ولذلك يعني حتى الأحناف لم يقبلوا بهذا الشرح لابن أبي العز الحنفي، لأنه متأثر بابن تيمية وخالف الإمام الطحاوي فأثبت، يعني هو يشرح متن العقيدة الطحاوية فخالف من يشرح متنه وأثبت الحد والجهة لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ولذلك العلامة علي القاري الحنفي في شرحه في شرح الفقه الأكبر يقول صفحة 172 عن ابن أبي العز الحنفي، يقول صاحب مذهب باطل تابع لطائفة من المبتدعة. فإذا يعني هذا الوحيد الذي يمكن أن يكون، طبعا بعد ذلك ابن قيم الجوزية ثم محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء كلهم معروف أنهم يعني على خط ابن تيمية، لكن هذا يعني محسوب أنه من الأحناف من الفقه الحنفي، ولكن حتى فقهاء الأحناف لم يقبلوا مذهبه الباطل في العقيدة. ولذلك يعني أيضا مفتي مكة العلامة أحمد بن زين دحلان رد على ابن تيمية وعلى محمد بن عبد الوهاب في هذا التقسيم، العلامة محمد زاهد الكوثري رد كذلك. هناك كتاب للعلامة حسن السقاف، السيد حسن السقاف أيضا رد فيه على ابن تيمية، وأظن يمكن صورته موجودة عند الإخوة، حتى عبارته يعني تثليث التوحيد في رده، كتابه التنديد بمن عدد التوحيد
رد فيه على ابن تيمية وبين أن هذا التعداد ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الواقع ولا في واقع الاستعمالات القرآنية ولا حتى في استعمالات الحديث النبوي. لذلك يعني هذا التقسيم ما قبله أحد، بل هناك أيضا فتوى لدار الإفتاء الأردنية، دار الإفتاء الأردنية فتوى رقم 3495 بتاريخ 29 نيسان 2019، المفتي لجنة الإفتاء نوع الفتوى بحثية، السؤال: هل هناك دليل شرعي على جواز تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ الفتوى تقول بأنه يعني لا مشكلة في أي تقسيم، سواء كان 3 أو 5 أو 10، ولكن تقول بعد ذلك، يعني حتى أختصر، ولكن الخطأ في توهم أن الإيمان بالربوبية حاصل للكفار. طبعا هذا قاله ابن تيمية وقاله محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك، من أجل أن يبينوا بأن الإقرار بأن الله خالق لا يجعل الإنسان مؤمن، بل هؤلاء مشركون بالتوسل والاستغاثة وكذا وكذا، ومن أجل أن يشبهوا المسلمين بالكفار. فإذا أتابع قراءة الفتوى، لكن الخطأ في توهم أن الإيمان بالربوبية حاصل للكفار، وهو قول باطل غير معتبر لما دلت عليه الأدلة الشرعية كما سبق. ولم ينقل الفصل بين الإيمان بالربوبية والألوهية عن أحد من علماء الإسلام المعتبرين، والقول به يؤدي إلى أباطيل كثيرة، منها القول بإيمان الكفار بالربوبية مع أن الله وصفهم بأنهم مشركون يعني له كفار، نتائج، مشركون وكفار. إيه نعم يعني له نتائج أو مخرجات إيه، يعني. فهم يرفضون يعني حتى عبارة دار الإفتاء الأردنية لم ينقل عن أحد من علماء الإسلام المعتبرين، يعني من قال بهذا التقسيم غير معتبر عندهم. ثم يستدلون يقولون بأن الكفار حينما جاوبوا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، يكملون الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فما المانع أن يكونوا كاذبين بعد أن أحرجوا؟ وقد ورد، تتابع الفتوى، وقد ورد في القرآن الكريم ما يبطل دعوى أن الكفار كانوا مؤمنين بالربوبية، بل يثبت خلاف ذلك، فهم كانوا مشركين بالربوبية لأنهم اعتقدوا مع الله أربابا كثيرين، حيث حكى الله على لسان يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، لم يقل أآلهة متفرقون. طبعا أنا أريد أن أنبه بين قوسين، يقصد ابن تيمية بتوحيد الربوبية أن نؤمن بأن الله خالق الكون ومدبر هذا الكون والقادر في هذا الكون، أما توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة. ولذلك قالوا هو ومحمد بن عبد الوهاب وابن قيم الجوزية ومن سلك هذا المسلك الذي شذ به عن مذاهب المسلمين، قالوا بأن المسلمين ما أنكروا توحيد الربوبية، ولكن أنكروا توحيد الألوهية، وحالهم في ذلك كحال مشركي قريش ومشركي الكفار مع الأنبياء: لئن سألتهم من خلق لا يقولون الله، فإذا عندهم توحيد ربوبية. والحقيقة أن القرآن ما أقر ذلك: يا صاحبي سجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، نعم. أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما قال آلهة. طبعا هنا نقطة مهمة، ما رواه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. طبعا هذا الحديث حسنه ابن تيمية في المجموع والألباني في سلسلته الصحيحة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: يا رسول الله، ما عبدناه؟ قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: هو ذاك. فإذا لاحظوا ما عبدناه، إذن فهم من أرباب ما عبدناه. إذن هذا التقسيم من ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بأن الربوبية لا علاقة لها بالعبودية، القرآن قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. عدي بن حاتم قال: ما عبدناه. النبي قال: بلى، حين قبلتم أنهم مشرعون. إذن كل هذا داخل في الربوبية. قد يكون هناك فرق لغوي، وقد يجوز لغة استعمال هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، ولكن هذا الفرق اللغوي لم يلحظه القرآن الكريم، بل استخدم
ما هو سائغ في اللغة أن تستعمل الرب مكان الإله والإله مكان الرب، ولذلك هذا التقسيم غير مقبول. لذلك أتابع فقط قراءة الفتوى، فتوى دار الإفتاء للدنيا تقول: وعليه فإن تقسيم التوحيد في مقام التعليم والتفهيم وإيضاح المعاني لا محذور فيه، أما تقسيمه بطريقة تجعل المشركين مؤمنين بالربوبية، طبعا هذا أكده ابن تيمية في عدة مواضع، ومحمد بن عبد الوهاب بنى عليه وقاتل المسلمين وذبحهم. وأما تقسيمه بطريقة، أتابع القراءة من الفتوى الأردنية من فتوى دار الإفتاء الأردنية، أما تقسيمه بطريقة تجعل المشركين مؤمنين بالربوبية فهو أمر مخالف لما ثبت قطعا في القرآن الكريم، وتزداد خطورته إذا كان أصلا في تكفير المسلمين بحجة إنكارهم للربوبية من خلال مسائل فقهية فرعية كالتوسل والاستغاثة والتبرك بالصالحين وغيرها من المسائل. إذن في الحقيقة هذه هي القضايا التي اعتمد عليها ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب في اتهام المسلمين بأنهم غير موحدين توحيد ألوهية، وإنما هم موحدون توحيد ربوبية، وهم في ذلك يستوون مع قريش ومع الجاهلية ومع كل الكفار الذين تحدث عنهم القرآن الكريم. ولذلك لا تجد، لا دور الفتوى طبعا باستثناء دار الإفتاء في بلاد الحجاز، لكن بشكل عام لا الأزهر يقر ذلك ولا دار الإفتاء الأردنية ولا أي، يعني كل تاريخ المسلمين هذا مما انفرد به ابن تيمية وابن قيم وابن عبد الوهاب. نعم، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الزعبي على هذه الإيضاحات. أنتقل إلى الشيخ عبد العزيز الشريف الداعية الإسلامي من المملكة العربية السعودية. سماحة الشيخ، هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الإلوهية وتوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، توحيد الإلوهية، اتبع فيه ابن تيمية الكتاب والسنة والسلف الصالح، أم هو اجتهاد منه؟ فضيلة الشيخ الزعبي قال: لم يقل بهذا أهل السنة والجماعة. تفضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي وحبيب الأستاذ عامر، وحييك وحي قناة أصيل والقائمين عليها، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله. شيخ الإسلام هو أحد مجددي هذا الدين وأحد أعلام أهل السنة الكبار. كم تعلمت الأجيال عقيدة أهل السنة والجماعة من كتبه. إذا أردت أن تتعلم العقيدة الصافية اقرأ كتب ابن تيمية، وتخرج على كتبه كبار علماء أهل السنة في عصور متعاقبة، ولا نزال إلى يومنا هذا نتخرج من مدرسة ابن تيمية. هذه المدرسة المبنية على العقيدة الصافية النقية التي لا تشوبها شيء. إنني لأعجب ممن يتهم هذا الشيخ العظيم ابن تيمية بأنه أو إنه ومحمد ابن عبد الوهاب هم المتفردين بهذا التقسيم. أقول سبحان الله، لو رجعنا إلى الكتب الذين ألفها العلماء، أولا كلمة لا إله إلا الله فيها جميع أنواع التوحيد. هذه الكلمة أصل الدين وأساسه، دلت على أقسام التوحيد الثلاث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهية، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. هذا كلام ابن تيمية الذي يستسقيه من كلام الله وكلام الرسول. ابن تيمية لا يأتي بشيء من رأسه ولا يقدح من رأسه على ما يقول، لا، هو يقدح من الكتاب والسنة. استقرأ هذه الأقسام واستقرأ هذه التوحيد الثلاثة، استقرأها من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن تيمية ليس هو الوحيد الذي قسم هذه الأقسام، وليس ابن محمد ابن عبد الوهاب هو الوحيد. اسمع،
كتب السلف يا أستاذ عمار مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام. ولو أردت أن أنقل لك من العلماء المشاهير الذين قالوا بهذا التقسيم لرأيت العجب العجب. لا بأس لا بأس. أبو حنيفة النعمان. لا بأس تفضل. نحن نريد الأدلة يعني. أولا. نحن أهل الدليل. نحن المسلمين. نحن المسلمون أهل الدليل. تفضل. لكن يا أستاذ عامر بارك الله فيك. أنا أريد بارك الله فيك أن نكون متجردين من هذا العداء لهذا الشيخ العلم. يعني يقول لك هو الوحيد. هي مطارحات فكرية. مطارحات فكرية عقائدية ليست عداء لفلان أو فلان أو فلان. يوجد لدينا في تراثنا هذا الشيء نريد أن نناقشه. أنا سأنقل لك العلماء وليس يعني لن أتي لك بأشخاص يعني غير معروفين، إنما أتيك من أئمة المذاهب. خذ مثلا أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 في كتابه الفقه الأوسط، الفقه الأوسط يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس الأوسط. وصف الربوبية والألوهية في شيء، فقوله يدعى من أعلى لا من أسفل هذا إثبات العلوم لله أسماء وصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية وغيرهم من فات العلوم. قوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، قوله والألوهية فيه إثبات توحيد. هذا أبو حنيفة النعمان. طيب نترك أبو حنيفة على جنب. ابن مندى في كتابه التوحيد أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي، حدثنا محمد بن سلم البلخي، حدثنا بشر ابن الوليد عن أبي يوسف، هذا تلميذ أبو حنيفة، عن أبي يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة وأحد تلامذته المتوفى سنة 182 أنه قال ليس التوحيد بالقياس. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر مالك، ولم يقل إني عالم قادر لعلة كذا أقدر بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك، فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآية، وقال تعالى إن في خلق السماوات. ثم قال أبو يوسف لم يقل الله انظر كيف أنا وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال انظر كيف خلقت. ثم قال والله خلقكم، وقال وفي أنفسكم. ثم قال أبو يوسف أنا لم أريد أن لأن كلام طويل، قال يعرف الله بآياته وبخلقه، يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله. ثم قال أبو يوسف إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح، هذا ربوبية. يا إخواني اقرأوا كتب أهل العلم بتمعن وبتجرد. ثم وقال وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. هذا أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة وأيضا هو قاضي القضاء. ثم الأمر الآخر سأقول لك أنا كلام العلماء، روى أيضا الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 535 في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب السنة ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل، فقال فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل، وذكره بإسناد من طريق السرخسي به. وأثر أبو يوسف الذي ذكرته لك وهذان العالمان الإمامان الكبيران العظيمان القدر أبو حنيفة النعمان وأبو يوسف القاضي كلامهم مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية
والألوهية والأسماء والصفات. قال ابن جرير الطبري: أنا لا أريد أن أتهم، لماذا أن أتهم أترك هؤلاء ثم أركز على ابن تيمية؟ ابن تيمية أشغلكم وسوف يشغلكم إلى أن يرث الأرض من عليها. قال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك ودخلت عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. ابن جرير الطبري: أسماء صفات ألوهية ربوبية. الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة بالطحاوية يقول: في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قوله إن الله واحد شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية. طيب، أنا نقلت لك الآن كلام أهل العلم. جميل، جميل. الموثوق بعلمهم هكذا، نحن هكذا بالدليل. وسأنا أيضا بعد أن أنتهي من فضيلة الشيخ لؤي المنصوري أعود إلى الشيخ الزعبي وأقول أن سماحة الشيخ الشريف جاء بأدلة من سنة 150 للهجرة إلى سنة 500. على كل حال، أنا أنتقل إلى النجف الأشرف وفضيلة الشيخ لؤي المنصوري. فضيلة الشيخ، نحن نناقش قضية عقائدية ترتبط بعقيدة الإنسان. ما هو التوحيد؟ ما هي أقسامه؟ وما أهمية توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية؟ السلام عليكم شيخ لؤي، تفضل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جناب الشيخ أبو وارث والأخوة الحاضرين جناب الشيخ الزعبي وجناب الشيخ عبد العزيز والأخوة المستمعين. فيما يرتبط بسؤالكم الكريم، خلي اعطيني دقائق أعلق على بعض كلمات جناب الشيخ عبد العزيز، وأبدأ من قوله عن الإمام الطبري. أرى بأن جناب الشيخ عبد العزيز لم يركز في عبارة الإمام الطبري. الإمام الطبري عبارته أنه لازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يا جناب الشيخ عبد العزيز، ماذا قال الإمام الطبري؟ قال: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. فإذن هناك ملازمة، يعني هو الكلام حينما تقرأ العبارات اعلم ماذا يراد بالعبارات. ثم فوق الكلام الذي نقلته وكلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطي ملازمة بين التوحيدين، وإن كان كلامنا في هذه الليلة عن توحيد الأسماء والصفات، لكن على تعليق سريع على كلامك خلنا نرجع إلى فرعون. ماذا قال فرعون؟ يا أيها الناس اعبدوا، حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عنه، لازم فرعون بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية. كيف؟ وقال في موضع، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. صحيح؟ هذه موجودة في القرآن أم لا؟ نعم، نص قرآن، نص القرآن. وقال في موضع آخر: أنا ربكم الأعلى. ماذا يعني؟ يعني هناك ملازمة جعل، لأنه
من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو المحيي وهو المميت فيعتقد بأنه هو المستحق للعبادة. الرب هو يعني المتصرف في شؤون العباد، والإله يعني من يستحق العبادة والخضوع، يعني واحدة من الأعلى وواحدة من العبد، واحدة من الله وواحدة من العبد. الربوبية شأن من شؤون الله سبحانه وتعالى، والألوهية مرتبطة بالعباد، أن هذا الذي شأنه الإحياء والإماتة والخلق والرزق هو المستحق للعباد. لذلك فرعون ماذا قال؟ قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا يا أيها الناس لا يستحق العبادة إلا أنا. ليش؟ لماذا؟ لأنه أنا ربكم الأعلى. لاحظ ملازمة، حينما ملازمة ملازمة واضحة بين. طب شيخ لؤي أوضح منها، شيخ لؤي أوضح منها، بس أقرأ لك هذه الآية. اتخذوا العفو شيخ لؤي، يوسف عليه السلام ألم يقل إلى اذهب إلى ربك؟ يعني يوسف عليه السلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نعم. إذن كانوا يشركون بشرك الربوبية، طيب يعتقدون بأرباب متعددة. أو قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني شنو هنا الأحبار والرهبان؟ ماذا في حديث عدي بن حاتم؟ قال النبي لن نعبدهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم يشرعوا لكم فأطعتموهم؟ نعم. قال نعم. قال إذن ماذا؟ إذن صاروا أرباب مع أنهم مشرعين، وهذا التشريع مرتبط بتوحيد الألوهية، لكن ماذا؟ حولوهم إلى أرباب. فالقرآن وكثير من الآيات، ليس هذا موضوعنا هو هذه الليلة، طيب وإنما سيأتي في الليالي اللاحقة. هناك الخطأ الكبير الذي وقع فيه ابن تيمية حينما حاول أن يظهر لنا حالة معينة، أن كل المشركين يعتقدون بالربوبية وشركهم في الألوهية، مع أنه القرآن صريح قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، يعني دهرية هؤلاء لا يعتقدون برب أصلا، فكيف أنه الإشراك هو في الألوهية؟ إذن ما هو التوحيد؟ لماذا يعني؟ ما هو التوحيد وما هي أقسامه؟ نعود إلى السؤال. فيما يرتبط بقضية التوحيد، التوحيد اختلف فيه ابن تيمية عن بقية المسلمين، عن طوائف المسلمين طرة، وهذه كتب عموم المسلمين من الأشاعرة، من الماتريدية، من الشيعة وغيرهم، تختلف اختلافا جذريا عن كلام ابن تيمية، سواء الكلام الذي ذكره في مجموع الفتاوى أو في كتاب الربوبية أو في كتاب الألوهية أو في كتاب الأسماء والصفات. عموم المسلمين يقسمون التوحيد إلى أنه هو التوحيد الذاتي، أن الله واحد. طبعا والتوحيد الذاتي ينقسم إلى توحيد واحدي وتوحيد أحدي الذي يغفل عنه الوهابية دائما، والتوحيد الصفاتي، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لصفات الكمال والجمال، والتوحيد الأفعالي، أنه ما من فعل يقع في الوجود إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي أقسام التوحيد في كلمات عموم المسلمين، من الأشاعرة، من الماجريدية، إلى أيضا في الشيعة، عند الشيعة. يعني متفق المسلمون كلهم متفقون على هذه التوصيفات أو هذه التعريفات؟ نعم نعم، هذه أقسام التوحيد التي لديهم، لأنه حينما نوحد الله سبحانه وتعالى ونصفه بالصفات أنه واحد أحد لا شريك له، يعني بالتالي يترتب عليه أنه الحي القيوم، أنه يحيي ويميت، أنه الرازق، أنه الباسط، يعني هذا توحيد الربوبية. إذا صار كذلك أنه هو المنحصر فيه جانب الإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، فهو المستحق للعبادة، هذا لا بقضايا تراتبية لا خلاف فيها، يترتب بعضها على الآخر.
إن الله يأتي، ماذا فعل لنا؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فأتي بها، نعم، فأتي بها من المغرب. فبهت هذا كان الذي لديه كفر، كان مشرك بشرك الربوبية مع إبراهيم، لأن الكلام في القدرة الكونية، نعم، أنه هو المحرك للأشياء، هذا توحيد ربوبية. بينما ابن تيمية ينكر ذلك، يقول لا، كلهم موحدين توحيد ربوبية. على كل حال، أما ابن تيمية لا، ابتدع لنا بدعة جديدة. هذه البدعة بدعة تقسيم التوحيد إلى توحيد الأسماء والصفات الذي هو موضوع البحث هذه الليلة، ثم توحيد الربوبية، ثم توحيد الإلوهية. ماذا لاحظ؟ لاحظ أنه اختلف البحث جذريا. توحيد الأسماء والصفات الذي هو موضوع هذا البحث في هذه الليلة اختلف فيه ابن تيمية عن بقية المسلمين، ورتب عليه، يعني قصده من توحيد الأسماء والصفات أنه جاء إلى جملة من الآيات القرآنية وأطلق عليها صفة أنها آيات محكمة، وأنها آيات تتحدث عن صفات الله، ولا بد من إجرائها على ظاهرها، من المجيء، من الحركة، من النزول، من القدم، من الرجل، من الحقو، وغير ذلك. ورتب عليها أن من أنكر توصيف الله سبحانه وتعالى بهذا الذي سماه بين قوسين صفات، أنه جاهل بالتوحيد، يعني خارج عن ربقة الموحد. هذا اللازم الأول الذي رتبه على ما سماه توحيد الأسماء والصفات. ثم جاء إلى التوحيد الثاني والذي اصطلحه بتوحيد الربوبية، وأطلق عليه هذه السمة، أن عموم مشركي البشرية من آدم إلى يومنا هذا هم موحدون توحيد ربوبية. لاحظ، الكل موحد توحيد ربوبية، وتوحيد الربوبية لا، يعني كل البشرية من آدم إلى يومنا هذا تعتقد بالله سبحانه وتعالى أنه المحيي والمميت والرازق وغير ذلك. يعني أنكر وجود الدهرية، أنكر أن هناك من ينكر أن الله سبحانه وتعالى ربا أو يجعل له معه أرباب. ربما يقصد بالفطرة، يعني ربما يحيل الأمر إلى الفطرة. وما تنفع الفطرة، وما تنفع الفطرة مع صريح الآيات. نعم، الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهور أبناء آدم، أخذ منهم العهد، قال ألست بربكم، ولم يقل ألست بإلهكم، قال ألست بربكم. قالوا بلى، لكن حينما نزل أبناء آدم إلى الأرض بقوا على معتقدين بربوبية الله سبحانه وتعالى. لا، لذلك القرآن صريح، قال يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الأقهار. وكذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ، إذن أشركوا وعددوا الرب. ثم جاء إلى توحيد الإلوهية، ورتب عليه أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. فإذن كل فعل يصدر لم يكن فيه الله سبحانه وتعالى فهو خارج عن الطريقة المثلى التي جاء بها الإسلام. يعني بالتالي المتوسل، المستغيث، الذي يشفع وغير ذلك، هؤلاء كلهم خارجين عن الإسلام. فلاحظ أن ابن تيمية وضع له منهجا خاصا ومنهجا معينا رتب عليه أنه افترق فيه عن جميع عموم المسلمين. خالف فيه صريح الآيات القرآنية من جانب، خالف فيه عموم المسلمين من جانب، وفوق ذلك كله أن هذا التوحيد الذي يدعون أنهم ملتزمون بالكتاب والسنة ولا يخرجون عن الكتاب والسنة والطريقة المثلى للسلف بإجماعهم، سواء من ابن تيمية إلى ابن القيم إلى المتأخرين إلى محمد بن عبد الوهاب إلى المتأخرين كابن باز وغيره، باتفاقهم قالوا بأن هذا التقسيم الذي قاله الشيخ ابن تيمية لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف،
وإنما هو تقسيم اجتهاد من ابن تيمية ظهر بعد القرن السابع، وهذا الظهور بعد القرن السابع ابتدعه أو اجتهده ابن تيمية ورتب عليه المتأخرين كابن عثيمين وابن باز، أن هذا أصبح نصا صريحا، من خالفه فهو خارج عن أهل السنة والجماعة، بدليل حينما يأتون إلى ابن حجر العسقلاني مثلا، حينما يسألون أن ابن حجر العسقلاني، أن الإمام النووي، أن الإمام القرطبي، هل هم من أهل السنة أو لا؟ يقولون لا يصح أن نقول أنهم من أهل السنة. لماذا؟ لأن هؤلاء خالفوا أهل السنة، يقصدون أنفسهم أتباع ابن تيمية، في توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الإمام ابن حجر العسقلاني، لأن الإمام النووي، لأن الإمام القرطبي، لأن الإمام الآلوسي، وهكذا، لا يؤمنون بأن اليد والوجه والرجل والقدم أنها صفات أصلا، ولا يحملونها على ظاهرها، لا يمكن توصيف الله سبحانه وتعالى بها. بل أهل السنة قاطبة يقولون بأن هذه الآيات هي من المتشابه، لا بد من ردها إلى المحكم. لا يصح أن نقول بأن هذه ربما أخذت من الوقت ما يكفي أو زيادة. فضيلة الشيخ الزعبي، أتى الشيخ عبد العزيز الشريف بسلسلة من المصادر حول، وأنت نفيت أنه ليس لابن تيمية أدلة، ليس لابن تيمية أدلة من السلف، وهو أتى بسلسلة من العلماء عبر العصور والتاريخ من سنة 150 ميلاد هجرية، يعني من أبي حنيفة النعمان المتوفى سنة 150 إلى تلميذه أبو يوسف القاضي إلى الطحاوي غيره. هذه ماذا تقول وماذا ترد عليها؟ والطبري وغيره. يعني سمحت نعم سمحت الشيخ عبد العزيز قرأ من الكتب أقوال، ولكن لا علاقة لها أبدا بموضوع الحلقة ولا بتقسيم ابن تيمية. كيف؟ فأن يقول قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن توحيد الربو، ما يعني هذا؟ ما نحن نتحدث علم، مصطلحات علمية. نحن نقول من قسم التوحيد بهذه المصطلحات العلمية. أما أن يأتيني قال الإمام أبو حنيفة على المؤمن أن يعلم أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن توحيد كذا وتوحيد، هذه تتضمن وتشتمل وما بعرف، وهذا ما قاله، قال هذا يشتمل وهذا يتضمن. لكن نحن سؤالنا، سؤالك كان من بداية الحلقة، هل ابن تيمية سلف في هذا التقسيم؟ ليس ابن تيمية سلف في هذا التقسيم. لو قال مثلا بأنه ابن أبي العز ممكن، يعني كنت أقول له ابن أبي العز توفي بعد ابن تيمية، وأنا أرجح أنه تأثر به، ولذلك نبذه الأحناف وقالوا صاحب مذهب باطل، ففقط يعني فقط. أما أن كل ما قاله هذا كلام لا علاقة له لا بالسؤال ولا بموضوع الحلقة. نحن نريد يا سماحة الشيخ عبد العزيز، نريد هذه المصطلحات وهذه التقسيمات وهذا التقديم للتوحيد بهذا الشكل المقسم. مش عم نحكي والله أنا ما ناقشت في البداية إذا كان خاطئ أو لا، سوى إشارات قليلة. سمحت الشيخ لؤي أيضا أشار إلى إشارات، هذا التقسيم طبعا خاطئ في القرآن، لا قيمة له، مردود، لأن القرآن يتحدث عن الآلهة بمعنى الرب عند ابن تيمية، ويتحدث عن الأرباب بمعنى الآلهة عند ابن تيمية، واستدلال ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، باقي الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب، كاذب كفار، ما اكتفى بقوله كفار بل قال من هو كاذب كفار، فهم كذابون وهم كفار. ولذلك يعني كل هذه الاستدلالات ليس لها معنى. القرآن ناقش قريش اللي زعم ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنها كانت تؤمن بتوحيد الربوبية، فقال لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، فكان يحدثهم بالخالق سبحانه وتعالى. إن في خلق الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري إلى آخره لآيات لقوم يعقلون. القرآن حين تحدث
مع الكفار قال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. هم كلمة إله ليس المقصود بها الخالق، ليس المقصود بها عفوا المعبود كما فهم ابن تيمية، لأنه ممكن أن يعبد ولا تفسد، ولا تفسد ولا قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، الله سبحانه وتعالى يقول لفسدتا. طب لو كان المقصود معبود ما كانت فسدت السماوات، المقصود إرادة وتنظيم وإلى آخره. فهذا القصر على الخالقية للربوبية لم يستخدمه القرآن. القرآن كما تفضل سماحة الشيخ قال أنه الشيخ لؤي قال عن قوم يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، قوم سبأ الله سبحانه وتعالى قال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. نعم. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول ثم الذين كفروا بربهم، بربهم مش بإلههم فقط، بربهم يعدلون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. طيب. فكثير من الآيات لا طيب. تتعرف ابن تيمية سنعود. وترد عليهم فضيلة الشيخ الزعود. نعم. سنعود. ولكن أنا وصلت في هذا الجزء من البرنامج إلى فاصل قصير، وسأعود لضيوفي لنناقش تقسيم التوحيد بين المشروعية والبدعية، توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال الحديث. أليس الله قد تولى حفظ القرآن؟ هل حقاً أن هناك تناقضات في القرآن؟ برنامج القرآن فوق الشبهات سيطرح كل الشبهات بكل شفافية مع ضيوف متخصصين من المذاهب الإسلامية، يأتيكم مباشرة على شاشة أصيل الفضائية كل يوم سبت عند الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج الموقف، وحلقة اليوم هي تقسيم التوحيد بين المشروعية والبدعية، توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية. الظاهر أنا أعتذر عن للشيخ الزعبي لأني وصلت إلى فاصل، وأريد أن يستكمل حديثه حتى بعد ذلك أنتقل إلى سماحة الشيخ عبد العزيز الشريف. تكمل معنا ما بدأته قبل الفاصل، وأنا سأركز على السؤال: هل وافق ابن تيمية أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، تفضل لكم. في توحيد الأسماء والصفات كلا، يعني وما وافقه، لأنه ابن تيمية يعني حتى في اللغة أنكر المجاز في اللغة، فأجرى بأن كل ما ورد في القرآن هو على ظاهره وعلى حقيقته، ورفض أن يكون هناك مجاز. يقول في مجموع الفتاوى جزء 7 صفحة 113 فلا مجاز في القرآن، بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف والخلف فيه، لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز إلى آخره. ثم يقول بعد ذلك أيضا في مجموع الفتاوى الجزء 7 صفحة 89 فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في 104 وظهرت أوائله في 103 وما علمته موجودا في 108. في الحقيقة يعني ابن تيمية هنا يقول كلام غريب، حتى أصول الفقه ما عرفها السلف الصحابة ومن بعدهم، كل هذه العلوم بنيت على معارفهم. علم النحو، هل كان يعني هل هناك حديث عن أحد من الصحابة بأنه قال المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع واسم إن منصوب إلى آخره؟ يعني هذا الكلام لا أدري ماذا أقول، لا أريد أن أسخف، لكن هو يصل إلى حد السخافة بصراحة. في كل حال
يعني ماذا يفعل ابن تيمية مع قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ إذا كان بده يجريها على الحقيقة، هنا يصبح القرآن متناقض، لا يضل ربي ولا ينسى، لكن هنا قال فنسيهم. فإذا هنا المفسرون وحتى ابن تيمية أظنه لا يخرج عن هذا التفسير، لأنه حين فسر وهو معهم كما ذكر ذلك في كتابه أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، حين فسر وهو معكم أينما كنتم قال المعية ليست معية ذات وإنما معية نصرة وتأييد. فإذا حتى ابن تيمية مزاجي، هو قال وهو معكم، ليش هون مش ذات؟ ليش على العرش بذاته؟ ويكررها في مئات، يعني أكثر من 100 موضع في كتبه بأن الله على العرش بذاته. طب طالما أنت متقيد بالكتاب والسنة، من أين أتيت بكلمة بذاته؟ هو على العرش، فأيضا قال هو معناته هو بذاته. طب ليش هون وهو معكم أينما كنتم مش بذاته؟ ليش هون طريت تقول بعلمه بتأييده بنصرته؟ فإذا قضية ابن تيمية بمجرد أنه أنكر المجاز، لأنه هو في الحقيقة من الأصل يعتقد بالجسمية، وسبق أن تحدثنا كم دافع عن المجسمة وكم كذا إلى آخره. طيب سماحة الشيخ، سماحة الشيخ الزعبي، اسمح لي أن أنتقل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف. فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف، أنتم يعني أنا أسجل بعض الملاحظات، افترضتم أن عقيدة ابن تيمية هي العقيدة الحق المنزلة من السماء، وأن من خالفها ضال منحرف، مع أن عامة المسلمين وهم الأشاعرة لا يقرون بهذا التقسيم للتوحيد. ماذا تقول وكيف ترد على الشيخ الزعبي الذي قال وأتى إلينا بالدليل بأن ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنكر المجاز وأن كل ما ورد في القرآن على ظاهره؟ تفضل. الحمد لله، أنا لازلت أعيد وأكرر، ابن تيمية عقيدته صافية، وهذه العقيدة مستوحاة من كلام الله وكلام الرسول. طيب، وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة محمد صلى الله عليه وآله وصحابته الكرام، هي عقيدة المسلمين الذين يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة. هذه العقيدة لا يزال المسلمون يستظلون بها ويهتمون بها ويحرصون عليها، بل إن عامة أهل العلم قلدوا ابن تيمية في هذه العقيدة وتمسكوا بما كان عليه ابن تيمية من هذه العقيدة الصافية النقية التي هي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم، بل إن الله وصف نفسه ووصفه رسوله ووصفه القرآن. فلما يأتي ابن تيمية ويثبت هذا الشيء نقول أن الرجل مجسم، الله المستعان. نحتاج إلى دليل، وأن يكون الدليل يعني واضح وصريح لا لبس فيه. أنت لما تقول لي أن الأشاعرة والجهمية والمعتزلة هؤلاء حادوا عن الطريق الصحيح وحادوا عن نهج الإسلام وعن منهج المسلمين وعن المنهج الذي صار عليه ابن تيمية، ولهذا ناظرهم وحاججهم، ولا أدل على ذلك من مؤلفاته اقتضاء الصراط المستقيم، من هذه السنة، العقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، وكل هذه الكتب لا تجد فيها أن ابن تيمية يقول برأيه، لا، قال الله، قال رسوله، قال الصح من أول الكتاب إلى آخر. ونأتي في هذا الزمان نقول ابن تيمية يأتي من رأيه ويقدح من رأسه، نقول اتقوا الله عز وجل وراقبوه. ابن تيمية إذا جاء بالمسألة يقول قال الله فيها كذا، وقال فيها رسوله كذا، وقال فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيها كذا، وقال فيها الصحابة كذا، هكذا الوجودة لم يأتي برأيه ويستقل بنفسه، إنما هو مجتهد ومرجح، فيرجح ما استقر عنده من دليل بعد فهمه وإدراك ما فيه
وبعد ذلك يقول برأيه، لكن لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه. فلو قرأت كتبه الفتاوى تجد معضدة بالأدلة من الكتاب والسنة، ولم وأنا قرأت كتبه لم أجد أن ابن تيمية مر على مسألة لم يقل قال الله قال رسول قال الصحابة. وأتحدى أي أحد يناقشني في كتب ابن تيمية أن كتابه تخلو من قال الله قال رسول قال الصحابة. فابن تيمية لا علم من الأعلام، وابن تيمية عندما يتكلم عن الأسماء والصفات يتكلم عن علم ومعرفة. العقيدة الواسطية التي نزه فيها الرب عز وجل وعظم فيها الرب عز وجل، نأتي نحن هنا ونؤول ونسيء للإله الكريم ونريد أن نجعل الإله لا أسماء ولا صفات، بل نجعله عدم لا يسمع لا يرى لا يتكلم. ابن تيمية لا، أثبت هذه الصفات كما أثبتها الله وكلم الله موسى تكليما، أثبت الكلام وأثبت السمع وأثبت البصر وأثبت الأسماء التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في شرح حديث النزول، اسمع ماذا يقول: وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أننا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. كلام عظيم يحتاج إلى أن نقف عنده. نعم سنقف عنده. سماحة الشيخ لؤي، هل سمعت ما قاله الشيخ الشريف؟ سمعت، قال وكلام يجب أن نقف عنده، ماذا تقول أنت؟ نعم. السلام عليكم مجددا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال بأن ابن تيمية لم يتلفظ بلفظة إلا واحد مستندة ومستقات من قال الله وقال الرسول، هكذا قال. صحيح. وقال جيئوني بمورد واحد أنه لم يقل فيه قال الله وقال الرسول. جناب الشيخ عبد العزيز افتح لي كتاب بيان تلبيس الجهمية 1/574، ماذا يقول؟ قال أتى رجل كعبا وهو في نفر، فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار. يا كعب هذا تعرفه؟ كعب الأحبار، كعب الأحبار. طيب زين. فأعظم القول قوله فقال كعب دع الرجل، فإن كان جاهلا يعلم وإن كان عالما ازداد علما. قال كعب أخبرك أن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين سماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط العلا في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. لاحظ هذا لمن القول؟ أطيط، هذا كعب الأحبار. طيب إلى الآن كعب الأحبار قال الجبار يستوي على العرش ويعط العرش منه أطيطا، وسبب الأطيط أن الجبار يعني الله عز وجل ثقل الإلوهية والربوبية تقيل. ماذا يعلق ابن تيمية؟ هل رد هذا الخبر؟ هل قال بأن هذا من موضوعات اليهود؟ هل قال هذا بأنه من افتراءاتهم من كلامهم المفترى على الله سبحانه وتعالى؟ كلا وألف كلا، بل أخذ يدافع عن هذا القول، وأن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش جلوس قعود، وأن هذا الحديث ثابت لأن ما في التوراة لم يحرف. ماذا يقول؟
قال وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، اسمع، لكن يكون يحتمل أنه مما تلقاه ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا يدافعها ولا يصدقها ولا يفهمها. هؤلاء الأئمة المذكورة في إسنادهم هم من أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قول من ثقل الجبار فوقهن. فلو كان هذا القول منكر في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. طيب، إذن الله، هذا هذه العقيدة من مأخوذة من كعب. خلني نقرأ العقيدة الثانية التي أنه تبين أنه لا أساس لها. ماذا يقول؟ يقول في كتاب الأسماء والصفات صفحة 81 دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. طيب، ومما يجب التصديق به والرضا مجيئه إلى الحشر يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا. زين، ثم يقول بعد ذلك ويجلسه، يعني يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وفي لفظ يقعده معه. قال خارج ابن مصعب هل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ أي لم يستند فيها لا إلى آية ولا إلى رواية. كيف تربط هذا بما قاله الشيخ عبد العزيز الشريف؟ قال بأن كلام ابن تيمية يستند كله إلى الكتاب والسنة، وكتاب ابن تيمية مملوء بأنه مأخوذ من غير الكتاب والسنة. هذا يعني هل ابن تيمية هو الذي يفهم الكتاب والسنة بينما علماء الأشاعرة، نفس علماء الأشاعرة لا يقبلون بما ذكره ابن تيمية فيما أسماه توصيف لله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة؟ لاحظ، تعال، ماذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني؟ قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جزء 13 صفحة 513، وقد تقرر أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، بينما ماذا كان يقول ابن تيمية؟ أن الذي ينفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى هذا مبتدأ فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه. ماذا يقول ابن تيمية؟ بأن الله سبحانه وتعالى له مكان، بل يقول بأن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يستقر على ظهر بعوضة لاستقر، بل يقول بأن الله سبحانه وتعالى له مكان وله دار يسكنها في الجنة، وهذه ليست في الكتاب والسنة فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه. قد كان ولا مكان ولا معنى، ومعنى الارتفاع اعتلاؤه مع تنزيه عن المكان. يعني ابن حجر العسقلاني هنا يرد، نعم، بعد كلمات كثيرة. بعد ماذا قال ابن حجر العسقلاني أيضا في الفتح 13 على 526؟ الطامة الكبرى أن الله سبحانه وتعالى له وجه، سلمنا، أن الله له صورة، والله سبحانه وتعالى يبدل صورته، فيأتي تارة يأتيهم بصورة منكرة وتارة يأتيهم بصورة ماذا يعرفونها. ماذا يقول عنها الإمام ابن حجر؟ يقول فيأتيهم الله في صورة. استدل ابن قتيبة الذي يأخذ أيضا عنه ابن تيمية بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور، كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء. قال ابن بطال تمسك به المجسمة، يعني بحديث الصورة، فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لأنها بمعنى العلامة. طيب، هذا كلام علماء السنة. اسمح لي شيخ لؤي، هؤلاء لا، تعال بس اسمح لي هذه العبارة. هذا التوحيد الذي عليه عموم المسلمين وعلى رأسهم الأشاعرة. لاحظ ماذا يقول عنهم علماء السلفية ومنهم علامتهم الألباني
يقول إن راعية الغنم في صدر الإسلام، تعرف التوحيد، وكبار شيوخ الأزهر لا يعرفون التوحيد لأنهم رفضوا التجسيم. ما ليش ما يعرفون التوحيد؟ قال في حديث الجارية حينما سألها النبي أين الله، قالت في السماء، ولو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك أنه في كل مكان. قال هؤلاء جهل بالتوحيد. طيب هذا الذي نعم تفضل. طيب مشاهدينا الكرام، واضح ما قاله ضيوفي لديكم، وبقي لدي وقت آخر من البرنامج، سيكونون أيضا معي في مناقشة حلقة هذا اليوم. اسمحوا لي أن أذهب إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم لاستكمال الحديث معكم. محمد صلى الله عليه وآله صوت العدالة الإنسانية والرحمة العالمية. لأول مرة برنامج محمد برنامج ثقافي تأصيلي يقارب رسالة العدالة المحمدية في المفاهيم والمقاصد والسيرة بالأدلة والشواهد. أليست العدالة المحمدية هي الحل لأزمات العالم اليوم؟ برنامج محمد يأتيكم مباشرة عبر قناة أصيل يومي الأحد والاثنين الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج الموقف، ونحن نناقش في محورنا تقسيم التوحيد بين المشروعية والبدعية، توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية. في الحقيقة وردتني رسالة من الأخ أحمد العلي من العراق، يقول السلام عليكم، سؤالي لفضيلة أبي عائشة. أولا، هل يجب على العباد وعامتهم والبسطاء منهم الاعتقاد بهذه التفاصيل الدقيقة التي لا يعرفها بهذه الدقة إلا العلماء والفلاسفة حسب تعبيره من توحيد الإلوهية والربوبية وغيرها من الصفات؟ فهل نحكم عليهم بالكفر يعني إذا ما عرفوها بالدقة؟ ثانيا، على ما ذهب إليه ابن تيمية لا بد من الحكم على كافة المسلمين بالكفر والخروج من الملة، حسب يقول حسب ما استمعت إلى الشيخ الشريف، وأنه على أنه ما ذهب إليه ابن تيمية لا بد من الحكم على كافة المسلمين بالكفر والخروج من الملة. ثالثا، الروايات السنية والشيعية تؤكد على أن التوحيد هو ما عليه عموم الناس من الاعتقاد، طبعا هذا رأي الأخ أحمد العلي، من الاعتقاد، وهي قضية فطرية عرفها الناس في عالم الذر، ولذا ورد على لسان الأئمة عليهم السلام عبارة ما عليه الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وآله اكتفى بمن يسلم بالشهادتين، وهي بحد ذاتها تدل على أصل التوحيد وكفى. هذا ما وردنا من الأخ أحمد العلي من العراق. وأنا الآن لدي اتصال من الدكتور أحمد من لندن، في دقيقتين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم والذي يوفقكم الأعزاء، ونشكركم على هذا البرنامج القوي الجميل. سؤالي للشيخ أبو عائشة سؤال بسيط جدا، هل ابن تيمية، أنت قلت في الحلقة الماضية أن لو كان هناك رسول بعد النبي محمد لكان ابن تيمية، أنا أسألك سؤال، هل ابن تيمية رجل معصوم لا يخطئ أبدا، أم أنه ممكن أن يخطئ في بعض المسائل؟ سؤال بسيط جدا ولا داعي للجمل الإنشائية والعبارات ورفع الصوت، هل هو رجل معصوم أم لا؟
لأن هذا الإجابة لها تبعات. السؤال الثاني أنت رفضت الإجابة عنه المرة الماضية، وهو كم عدد الساعات التي يقول ابن تيمية أن الله عدد الساعات اليوم عنده. ابن تيمية يقول أن الله عنده اليوم عنده 12 ساعة، أول 3 ساعات تعرض عليه الأعمال ثم يغضب ويتوقف عن النظر إلى الأعمال، ثم في 3 ساعات التي تليها تقوم الملائكة بالاستغفار لعباده، ثم الاستغفار لله حتى يخف غضبه والعياذ بالله، ثم في 3 ساعات بعدها يقضي في الخلق، ثم 3 ساعات الأخرى يقضي في الأعمار والأجال. أين هذا؟ هذا صحيح؟ أين هذا يقول فيه ابن تيمية؟ أنا أجيب لك المصدر المرة الأخرى، بس نعم. موجود في كتب ابن تيمية أن اليوم عند الله 12 ساعة. شكرا، حياكم الله، بارك فيكم. شكرا جزيلا. سنحيل سؤالك إلى فضيلة الشيخ الزعبي الآن، العفو، إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة. فضيلة الشيخ الزعبي، الشيخ أبي عائشة يقول: ما خالف ابن تيمية القرآن والسنة وما ورد في التراث الروائي لدينا من صحابة الرسول الذين هم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يقل شيئا من عنده. تفضل. يعني لو كان ابن تيمية ملتزم بالقرآن لالتزم سياق الآيات، ليس هناك أي آية قالت أثبتوا لله اليد، وليس هناك أي آية قالت أثبتوا لله العين، ولكن وردت هذه العبارات في سياق يدل على المجاز في لغة العرب. ومشكلته أنه أنكر المجاز فوقع في أزمة كبيرة، يعني صار كل هذه يريد أن يجعلها على الحقيقة. ربما يعني هو بنفيه المجاز ربما يريد أن يختصر الطريق. بس هذا يعني يضيع الكلام، يعني حتى لو أردت أن تقرأ لشعراء يصبح الكلام شيء غريب. يعني ماذا، يعني لماذا اضطر أن يؤول نسوا الله فنسيهم، لماذا اضطر أن يؤول وهو معكم أينما كنتم؟ فإذا هو مضطر أن يلجأ إلى المجاز، لكنه بإنكاره للمجاز يعني وصل إلى هذه الحالة، إضافة إلى أنه في الأصل هو يعتقد بهذا التجسيم، لم يستطع، يعني كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، يقول بأنه صعب على العقل أن يستوعب واحد لا داخل العالم ولا خارج العالم. وهذه مشكلة ابن تيمية. يعني إذا قرأنا ابن تيمية يقول في بيان تلبيس الجهمية، يقول: لأن الفطرة تقر بأن الله فوق العالم وتنكر وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، فإذا أقررت بوجوده خارج العالم كان أقرب إلى الفطرة والعقل. ثم يقول: وقد علم بالضرورة الفطرية أن الله فوق العالم، وأن ما يكون لا داخل ولا خارجه فإنه لا يكون إلا معدوما. يعني ابن تيمية تصور، يعني هو بالأصل لم يفهم قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من أجل أن لا تتصور، من أجل أن تعلم بأن هذه المحددات العقلية لا يقاس الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا كان بنظرك من هو ليس داخل العالم ولا خارج العالم معدوم، هذا في واقع الأشياء الحسية، في واقع الأجسام، لكن فيما هو ليس كمثله شيء لا يمكن أن يأتي هذا القياس. ولذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في إصلاح الأنام طبعا يعذره في هذا الجهل، ويعتبره كأنه من العوام. طبعا هو مش عم يتكلم عن ابن تيمية، ولكن اسمع ماذا يقول. يقول: والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه، ولا سيما قول معتقد الجهة، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه، حسب عبارة ابن تيمية، ولا داخل فيه ولا خارج عنه، لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم، فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العادي. يعني يشبه هنا، طبعا هو مش عم يتكلم عن ابن تيمية حتى لا نؤول الكلام غيره، ولكن ابن تيمية ما أدري يستوعب لا داخل ولا خارج، وهذا كلامه حرفيا قرأناه.
وإما أن يكون وأما ما يكون لا داخله ولا خارجه فإنه لا يكون إلا معدوما. لذلك العزيز بن عبد السلام يقول هذا للعامة معفو عنه. يعني عند يعني ابن تيمية عقله عقل العوام مش عقل علماء بهذا القياس. أيضا الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه يعني دفع عقله عقل عوام ويرد على الجهمية ويرد على الأشاعرة ويرد يعني على الإمامية يعني أنا ويرد لا على أوافق لا أوافق لا أوافق الإمام العز بن عبد السلام بعذر من يعتقد اعتقادات تشبيهية، هو يعذره ولكن يقر بأنه هذا على العامة صعب ما يقدر. طب ابن تيمية ما أدركه يا سماحة الإمام العز بن عبد السلام؟ ابن تيمية ما أدركه، ما استطاع أن يتصور لا داخل ولا خارج، لا متحرك ولا ساكن، لا يستطيع أن يتصور ذلك. لكن كان عليه أن ينتبه إلى أن هذه القواعد أو القوانين العقلية إنما هي في إطار هذا الكون، وليست في لا تنطبق على ما هو يعني خالق للكون لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء. مجرد أن قال ليس كمثله شيء، إذن كان على عقل ابن تيمية أن لا يقيس الأشياء. ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبهة التشبيه يقول: وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات. ابن تيمية في تلبيس الجهمية يقول: والباري سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة. طبعا بعد ما شفنا الآن أن الأرض كروية والسماوات تحيط بالأرض، فإذا يعني هو فوق ولا تحت؟ يعني هذه إشكالية في العقل الوهابي أو التيمي. طبعا يكرر ذلك الشيخ أبو عائشة يقول: ما أتى بشيء إلا من الكتاب والسنة، من أين أتى بكلمة فوق عرشه بذاته؟ هذه يكررها مئات المرات أو أكثر من مئة مرة، حتى لا يعني ما عددتهم أكثر من مئة مرة في كتبه. وطبعا ينسبها، وهذا طبعا من غير أدلة، يعني لا يمكن له أن يأتي بكلام لأحمد بن حنبل أو لمالك بن أنس أو لسفيان بن عيينة بأنه على العرش بذاته. هذه كلمة بذاته هي الإشكالية، هي التي يعني لا أريد أن أقول يكذب احتراما للشيخ أبو عائشة فقط، ولكن هذا كذب على مالك بن أنس وعلى سفيان الثوري وعلى أحمد بن حنبل بأن الله تعالى فوق عرشه بذاته. بعدين حين يقول، وهو أيضا يكررها في عدة مواضع من كتبه، الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، يعني الصورة عرش الله أنا الكرسي. نعم. تحت سأحيل كلامك إلى فضيلة الشيخ أبي عائشة، بس اسمح لي لدي اتصال. أنا أتحدث عن الحد يعني بقليل. نعم. بدقيقة، يعني يحد الله بحد، هي يعني بالنتيجة داخلة ضمن التدسيم، وينسب يعني الحد علانية، ينسب الحد علانية بلفظ الحد، باب الحد والعرش. نعم نعم نعم. طيب عمار من ألمانيا لدينا اتصال. السلام عليكم، تفضل أخ عمار. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، حيا الله ضيوفك وكادر قناة أصيل المباركة. الله يوفقك. عندي رواية وعندي سؤال للشيخنا أبو عائشة الله يحفظه. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. مجموع الفتاوى لابن عثيمين، الشيخنا أبو عائشة اسمع كلام سؤال هذا ابن عثيمين بمجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 174، سئل فضيلة الشيخ: هل نثبت صفة الملل شيخنا أبو عائشة لله عز وجل؟ فأجاب بقوله: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قولي: فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، أعوذ بالله، لكن ملل الله ليس كملل المخلوق. وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل. رب الوهابية يمل شيخنا. الحديث في صحيح البخاري حديث النزول كل ليلة شيخنا أبو عائشة معروف متواتر عندك، وصحيح مسلم وابن تيمية يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حيث يبقى السلسل ليل الآخر. السؤال: الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو يقول للشيء كن فيكون، ما حاجة النزول كل ليلة؟ وإذا نزل يحتاج إلى الصعود. ثانيا ابن تيمية يقول:
ثلث الليل أي توقيت شيخنا أبو عائشة؟ توقيت السعودية، توقيت غرينتش، توقيت مكة، توقيت أمريكا، يعني تعرف أنت الكرة الأرضية كل دولة لها توقيت. هنا ابن تيمية يقول بالثلث الأخير من الليل أي توقيت؟ لا. أي توقيت؟ أريد أعرف أي توقيت ينزل ربنا. أريد أقابل، أريد أشوفه بلكته نعال الذهب أبو أخ عمار. وأشكركم وشكرا جزيلا على اتصالك، وهي استفسارات أيضا وردتني رسالتين أو رسالتان. السلام عليكم من حبيب من المغرب، يقول لعله أخطر ما كتب ابن تيمية هو إجازة قتل الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخ حبيب يكتب هكذا من المغرب. والدكتور أحمد يقول بعثنا بمصدر رواية ابن تيمية بأن اليوم عند الله 12 ساعة، يقول كتاب بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث. نعم، الشيخ أبي عائشة، سمعت الاتصالات وسمعت الأسئلة، كيف ترد على ذلك ردا علميا مقنعا؟ تفضل. أعطني بس وقتي يا أستاذ عامر حتى أرد على ما ورد من شبهات مضللة. على ما ورد من شبهات مضللة، إذا كان عقل ابن تيمية عقل عوام فأنا أقول فيا موت ذر إن الحياة رخيصة. طيب، هذا أول. ثاني، إذا كان ابن تيمية ينكر المجاز فلماذا لا تأتي بغيره ممن ينكر المجاز؟ الذي يثبت المجاز هم الماتردية، لماذا حتى لا يريدون أن يشبهوا الله بخلقه، حتى لا يريدون أن يأتوا إلى هذه الألفاظ الحقيقية؟ يا أخي، قال البياضي في إشارات المرأة، أنا أريد أن نأتي بمن يقول بمن لا يرى المجاز. ألا إما الأربعة متفقون أنه لا مجاز في القرآن؟ يأتي من يأتي يقول لك ابن تيمية فقط ولا أين متفقون؟ لا إما الأربعة، صوتي مسموع. قال البياضي، أنا لم أقاطع أحد، أنا لم أقاطع أحد ولم أتكلم مع أحد يا أستاذ عامر. لم أقاطع أحد. نعم، لم يقاطع احد، ولكن انت تنقل. انا اريد ان استفيد. انا لم اقاطع، اذا جاء دورك تكلم. غير فكرتي. اذا جاء دورك تكلم. لا لا، الكنترول رجاء لا يكون تداخل بالاصوات يعني او كذا. الوقت للشيخ ابي عائشه، تفضل. وهنالك لديك سؤال يقول، هل انت قلت ان لو كان رسول بعد الرسول صلى الله عليه وآله لكان ابن تيمية، فهل هو معصوم ولم يخطئ كما وردنا هذا السؤال؟ دعني أكمل. نعم. دعني أكمل قضية المجاز التي التي نعم. دل سبيل ابن تيمية. نعم. أكمل قضية المجاز. نعم. قال البياضي في إشارات المرأة، لما لم يكن حمل تلك النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسمانية والتحيد والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية، ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية تحمل على المجاز من الصفات بلا كيفية. وقال أيضا، وإنما قالوا بالمجاز نفيا لوهم التجسيم والتشبيه. يقول، والقول بالمجاز على اصطلاحهم قول مبتدع محدث لا أصل له. فأئمة اللغة المتقدمون كالخليل بن أحمد وسيبوي وأبي عمرو بن العلاء لم يتكلموا فيه، ولا يوجد فيما وصل إلينا من كتبهم وكلامهم أدنى إشارة إلى هذا الاصطلاح أو حتى إلى تقسيم الألفاظ. يقول، وأما قول أحمد أيضا، ثم أيضا في كتابه الجامع يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الكبير، لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة والمجاز، كما أنه لم ينقل هذا التقسيم. اسمع أستاذ عامر. نعم. كما أنه لم ينقل هذا التقسيم عن أي واحد من الأئمة كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيره. وأما قول الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، أما قوله تعالى إنا معكم، فهذا في مجاز اللغة، فإنه لم يقصد به المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، إنما قصد به أنه مما يجوز في اللغة، والدليل على هذا قوله رحمه الله
بعد كلامي هذا. وأما قوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. فمن يقول إن الإمام أحمد قال بالمجاز وبالتأويل بناء على ذلك فقد أخطأ ونسب إلى الإمام ما لم يقله، والمطلع على مذهب الإمام أحمد وأصحابه المتقدمين يعرف خطأ من يقول هذا. ورحم الله ابن حزم، أنا لا أدري يعني لماذا اتهام ابن تيمية. ابن تيمية تكلم من تلقاء نفسه، ابن تيمية علم، ابن تيمية علم في رأسه نار طبعا. إذا تكلم الدكتور أحمد يقول رسوله. يعتقد الشيخ عبد العزيز الشريف أن ابن تيمية لم يخطئ. سأتي سأرد عليه، سأتي أنا بشكل سريع، ربما الوقت يدركنا ونقول يعني نعم ربما يفهم لا عندما يدركنا الوقت ربما تفهم الأمور غير الشكل يعني. تفضل بشكل يا سريع. يا أستاذ عامر أنت الآن أعطيتني وقت، خلني أكمل فكرة الله يحفظك يبارك. تفضلوا لأن كثير من المشاهدين بيقولون إني أنا لا أدافع، أنا سأدافع عن ابن تيمية وعن محمد بن الوهاب وعن الوهابية وعن التيمية قدر ما أستطيع، لأن أنا لا أحب الكذب على ابن تيمية، كذب صراحة. يقول لك المجاز، طيب أنت بالقلب بما منع المجاز لا تكذب ابن تيمية لحاله. ورحم الله الإمام ابن حزم، شو اسمه؟ يقول كيف يظن به عليه السلام أن يخبر عن ربي خبرا؟ الرسول يقول ينزل ربنا، يا سبح مجاز، يعني الرسول يحدثنا بالمجاز. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول كيف يظن به عليه السلام أن يخبر عن ربي خبرا يكلفنا فهمه، وهو بخلاف ما يفهم ويعقل ويشاهد ويحس مما ينسب هذا إليه صلى الله. لأن لو نسبنا هذا إلى رسول الله لأن هذا أصبح إلحاد في الدين كائد. ما الرسول ينزل ربنا نقول هذا ما جاء. سماحة الشيخ الوقت أدركنا. دقيقة واحدة نعم تفضل. سأرد على من يتهم ابن تيمية. تفضل. فالقول بالمجاز على اصطلاح هؤلاء في القرآن أو الحديث أو اللغة قول مبتدع. من قال بالمجاز فهو بدعي محدث في دين الله، لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع. والقوم قالوا به ليتخذوه مطية لتعطيل النصوص عما دلت عليه من المعاني. والذين يقولون من أهل السنة بجواز وقوع المجاز في القرآن أو الحديث أو اللغة من الأصوليين واللغويين وغيرهم لم يدركوا حقيقة المسألة وأصل نشأتها وبعدها، وهم في قولهم هذا مخالفون لمنهج السنة والجماعة موافقون لمنهج المتكلم من المعتزلة والماتريدية. شكرا جزيلا. هذا ابن تيمية يرد عليكم، أنا لا أرد عليكم. ويرد عليكم الإمام أحمد. شكرا جزيلا. ويرد عليكم سماحة الشيخ. ويرد عليكم يرجو أن تسامحني لأنني محدد بوقت، والنقاش وصل إلى درجات عالية من الحرارة. أتمنى أن كان لدي الوقت حتى أستمع إلى وجهات نظرك وتجيب على كل الأسئلة. أنا أعتذر من الأخ فؤاد من المغرب لأن ليس لدي الوقت، يريد أن يتصل الشيخ لؤي المنصوري في دقيقة أو دقيقتين كي نختم البرنامج. ما هي حصيلة ما توصلت إليه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حصيلة ما توصلنا إليه أن التوحيد الذي يؤمن به عموم المسلمين ما عدا ابن تيمية وأتباع ابن تيمية هو ما ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، أقصد توحيد الأسماء والصفات في خطبة نهج البلاغة 1 على صفحة 41. يصف الله سبحانه وتعالى قال لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ابن تيمية يقول بالصورة، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، لا هو له يد ولا رجل ولا قدم، ولا يجدونه بالأماكن، لا يقول أن له دارا يسكنها وأنه فوق العرش، ولا يشيرون إليه بالنظائر، لا ينظروا بعين ولا يحدوا بعين، ولا يوصف بالأزواج ولا يخلق بعلاج، لا يحتاج إلى شيء، ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. هذا
التوحيد الذي طرحه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو رأس السلف وعمدة السلف الذي يأخذ عنه عموم المسلمين. ما عدا ابن تيمية، لأن ابن تيمية في قلبه شيء من علي بن أبي طالب، فقام يأخذ عن كعب الأحبار، فلذلك وقع في التفسير. توجد عبارة طريفة لابن تيمية في آخر هذه الدقيقة، أنقلها وأنقل كلام السلف عنها. ماذا يقول ابن تيمية عن صفة النزول؟ طبعا مسألة المجاز وغير المجاز، المجاز فن من فنون اللغة وليس عيبا في اللغة. حينما يأتي القرآن الكريم ويقول واسأل القرية، القرية لا تعقل، القرية لا تسأل، وإنما المقصود واسأل أهل القرية. ثم ابن تيمية نفسه تناقض، ماذا قال؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إني معكما أسمع وأرى. صريحة أنه معه، قال هاي معية عامة، الله ليس معهم وإنما بعلمه. لكن حينما جاء إلى هذه الآية التي تقول لا تحزن إن الله معنا، عن تتحدث عن النبي والغا، قال هاي معية خاصة، الله معهم. هسه من يدري الله معهم بذاته، الله معهم بعلمه؟ لاحظ تناقضات ابن تيمية. نأتي إلى هذا الشاهد في صفة لؤي. الوقت نعم انتهى، ونحن نتواصل بالحديث في الأسبوع المقبل إن بقي لدينا أو لديكم شيء. في الحقيقة لدينا أشياء كثيرة، لدينا استفسارات كثيرة، لدينا استفهامات كثيرة، ونحن نطرح على مائدة البحث فكرا ونناقشه. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم، شكرا لضيوف الأعزاء الذين نورونا بآرائهم في هذه الحلقة. شكرا للشيخ عبد العزيز الشريف، شكرا للشيخ الزعبي محمد الزعبي، شكرا لسماحة الشيخ لؤي المنصوري. إلى أن شكرا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة أخرى من برنامج الموقف ومحور آخر، أقول لكم السلام عليكم ودمتم في أمان الله وحفظه.